يصبح الخير، يصبح النور، معكم الشيخ مؤمن. يوميا نجدد لقاءنا معكم كما عودناكم في كوجينا نتاع رمضان سبيسيال كونفينمون، باش نطيبوا مع بعضنا العديد من الاكلات. ما عليكم كان تتابعونا كما عودتونا، تابعونا على اللايف يوميا وتشوفونا شنو باش نحضروا. دونك نقول لكم شنو باش نحضروا بالنسبه للمنيو. عندنا شوربه منشيه بالدجاج، عندنا سلطه بلانكيت، عندنا غراتان تاع مكرونه، وعندنا المخارق. دونك الجماعه اللي تابعوا المخارق ينجموا اليوم يتابعونا يشوفونا كيفاش نحضروا المخارق. وعندنا زريقه، مي زريقه ان اوتر فاسون. وعندنا زيد الجماعه اللي برشا سالونا على الدجاج الكريسبي، يعني كيما تلقاوه في ريستورانات يكون كروستيان وبنكهه اخرى. اليوم باش نحضروا. دونك الحاجه الاولانيه قبل كل شيء نشكر الناس الكل اللي تساهم في البث هذايا. نشكر حازم بن عيسى راديو بون لو نور، خالد عويج تونيسكوب. ونقول لكم زيد انتم اللي تابعوا فيا على اللايف، راني نحبكم برشا وراهو على خاطركم وعلى خاطر الشيء اللي انتم قاعدين تقوموا به واللي كومونتير اللي قاعدين تحطوها والتفاعل نتاعكم. هذاك علاش راني قاعد نحاول باش نعطي البلوس. دونك بويسك توا كونفينمون يعني ما نجموش نخرجوا وما نجموش نتحركوا، انا نحاولوا باش نعملوا العديد من الوصفات بالامكانيات اللي عندنا، يعني الامكانيات اللي موجوده نعرفوا اللي هي خاطر سبيسيال كونفينمون. وهذاك علاش كيما طلبتوا باش نحضروكم المخارق. دونك تابعونا بالحاجه بالحاجه وهنا معكم. باهي دونك الحاجه الاولانيه هما حاجتين ورا بعض يلزمنا نحضروهم باش ما نطولوش عليكم سيرتو في اللايف، باش تكون نقولوا احنا لايف باهي وممتع وفيه برشا منفعه. باش نحطوا كالعاده الماء للمكرونه وتو نفسركم بالحاجه بالحاجه شنو هو باش نحضر. قبل كل شيء خذوا ورقه وستيلو، ورقه وستيلو للناس اللي توا خلطوا باش نعطيهم شنو باش نعملوا. عندنا المخارق، بالنسبه للعسل نتاع المخارق نسحقهم 200 غرام سكر عليهم 100 مليلتر ماء و10 قرص ومغرفه جلوكوز. اللي عنده جلوكوز اللي ما عندوش مسالش كيف كيف. بالنسبه للعسل والشحور هذايا نفسه نفس العسل نتاع الزلابيا. بالنسبه ومن بعد ما نحضروا العسل هذاك نزيدوه شويه سكر محروق باش يعطينا الكولوراسيون البني. هذا بالنسبه للعسل نتاع المخارق. بالنسبه لتحضير المخارق باش نسحقوا بالكيال، يعني نفس الكاس، الكاس نتاع الفارينه عليه كاس نتاع سميد، عليه اشتر كاس تاع زيت واشتر كاس تاع ماء، ونص مغرفه ملح صغيره، شويه خميره كيميائيه وشويه سكر فانيليا باش يعطينا نكهه اخرى. دونك هذوما بالنسبه للروسيت نتاع المخارق. الجميع اللي خلطوا علينا نذكركم تو من بعد مره اخرى بالروسيت نتاع المخارق. باه نبداو كل هذا باش نحضروا الشربه. نعرفوا سيرتو في رمضان ما تخيبش علينا الشربه، كل نهار من نهارات نحاولوا ننوعوا نوعيه معينه نتاع الشربه. باه الحاجه الاولانيه باش نحطوا شويه زيت ديو نجمه. هذا بالنسبه لروسيت الشربه المنشيه، هي روسيت زمنيه قبل. وعلاش سميوها منشيه؟ كان تعرفوا منشيه خليو كومونتير قولوا لنا علاش سميوها منشيه، سينو نقول لكم علاش سميوها منشيه. على خاطر حاجه معينه، خموا شويه وهاني معاكم. انا مازلنا توا نتفاعلوا مع بعضنا وقولوا لنا علاش سميوها منشيه. باه باش نسحقوا شويه اود كويس مليحه، نسحقوا شويه اود كويس مليحه، حطوهم نسمعوا هاكا توا اللحن بدا. يمينة صباح الخير، صباح النور. باه يمينة باش نحضروا بار، حضرنا زلي باش نحضروا المخارق توا. دونك ورقة وستيلو توا، بعد نذكر الجماعة اللي التحقوا بينا توا على روسيت نتاع المخارق. باه حطينا أو دو كويس مليحة كالعادة، يكون موجود البصل كافر بالنشي، لا منشية مش خاطر بنشي، زيت خمر. حطينا شوية بصل مع الجيش. دونك أول حاجة نشكركم سيرتو على التفاعل نتاعكم باللي كومونتير، نشكركم برشا برشا ونقولكم راني نحبكم كي تفاعلوا معايا نزيد نعطي شنو عندي بلوس شنو موجود في اللايف. باش شنو دبارة اليوم شاف؟ رحمة بالنسبة لدبارة عندنا شربة منشية بالدجاج، عندنا سلطة نتاع بلانكيت، عندنا غراتان نتاع مقرونة بالجامبون وتشوريزو، عندنا زلابي مخارق، عندنا مخارق، وعندنا زادة كيف كيف زريقة ان اوتر فاسون. باه ديجا قاعدين نحطوا في الشربة باش نحضروا الشربة المنشية. وكان تعرف عليه شربة منشية قلنا، ولا سينو هاكا اللي طلع الاولاني بعد عنده
وراحنا كدوبه. حطينا شويه بصل، حطوا شويه سنيريا، شويه كلافس. البطاطا بالنسبه لنا مش مدك حاجه، ديما نحطوها بشويه مي، مي هذاك ما طيشوهوش، نجمو نمرقو بيه من بعد. هذا كله فيه نشي، حطو مليح مليح. عندنا فص تاع ثوم، سيرتو في رمضان تكثر الشهوة يعني. نجوى صباح الخير، رحمة ميرسي. من شيء يعطيك الصحة، من شيء أي من شيء بالعظم. هما قبل كل شيء يقولك من شيء بالفرينة، وفما هي الأصل أصيل زاد من شيء بالعظم. بالنسبة للطريقة متاع الوصفة متاعها سميها من شيء على خاطر بعد ما تطيب الشربة ياخذوا كعب عظم يركضوها مليح ويصبوها في وسط الشربة ويخلطوا مليح مليح مليح، هذيك علاش تسمى من شيء. دونك يعطيك الصحة نيلة، برافو برافو نيلة. وما والله بالحق واحد يفرح، تعرف علاش هو يفرح؟ يفرح اللي الماكلة الزمنية القديمة من المنسيات اللي هي شربة كيما شربة المنشية، بارك الله هم يعرفوها يعني، خاطر نعرفوا سيرتو في المطبخ التونسي لي ريسيت نو سون با كوديفيي، ما فماش لي ريسيت. فما شوية كتب اللي حكاو على المطبخ التونسي، والباقي مازلنا هذايا نداء للناس الكل اللي عندهم دي روسيت نتاع مطبخ تونسي يعني روسيت الزمنية، ماذا بيهم يحاولوا يبارتاجيهم باش هكا المنفعه توصل للناس الكل، ويقعد المطبخ التونسي سيتون في اختيار. بالنسبه لنا احنا كي نقولوا رانا عندنا مطبخ تونسي هني برشا وبنين ويعمل 66 كيف. حسني صباح الخير، ناهد صباح الخير. باهي قاعدين نحضروا الشرب المنشيه، باش نحطوا شويه كركم، معرفه صغيره كركم. ناس الكل نتصور يا حسن، الناس قبل الناس بكري ديما عندهم مغرفه صغيره، يقول لك المغرفه هذيك تاع الفيح، يقول لك بالكيله نتاع المغرفه تجي قد قد ما نسحقوش باش نزيد. دونك كيف كيف عندنا مغرفه صغيره نكايلو بها الفيح، شويه في الاكحل، سنده صباح الخير سنده. ذكركم اللي تو قاعدين نحضروا في الشربه المنشيه. بالنسبه للشربه المنشيه حطينا شوية زيت، شوية دجاج، وشوية ملح، ومن بعد كالعادة باش نمرقو به الزيت كلنا حيوة. فوزية صباح الخير، صباح النور شيف. وتوا خلط هنا شنو المنيو. بالنسبة للمنيو عندنا شربة منشية، لازم نذكركم عندنا شربة منشية، عندنا سلطة تاع بلانكيت، المشوية نتاع البارح اللي حضرناها عملنا بعد الرولي نتاع المشوية. دونك خلينا شوية مشوية باش نعملو بها سلطة بلانكيت، غير نو سوجيت و ترانسفورم كوجين. يعني نعرفوا سيرتو كونفينمون والماتير بريمير الحقيقة غلات برشا شوية، غلات برشا برشا. دونك نحاولوا باش نجتهدوا باش نعملوا دبارة باهي. صباح النور سندا. بالنسبة للحاجة الأولانية هذه الشربة، خليوها كيما تقول مميتة الله يرحمها، خليوها سلة سلة، خلي الشربة سلة سلة. هذه الماء تاع البطاطا ما طيشناهوش، هذه الماء نزدو فيه المكرونة باه. وعندنا دجاج كريسبي. دونك بالنسبة للدجاج الكريسبي كيفاش باش نحضروه؟ عندنا دجاج ديجا مارينا حاضر مفوح مليحة كيما تراو فيه دي كويس، ديزوسي شوية في المارينات نتاعهم، هذوكم باش نحضروا فرينه وعظم وشابلو، مي مش باش نحضروها الطريقه هذيك سما باني على الانجليز، مش باش نحضروها بطريقه المستنسين بها. نشوفكم الطريقه اللي هي تخرج كريسبي كيما موجوده في يعني في الريستورونات الكبار برشا باه. تحب نبداو بالدجاج، نبداو بسلطه بلانكيت؟ قولوا لنا، عندكم 30 ثانية للتفكير هاكا، قولوا لنا شنو نبداو البلا اللي من بعده اللي باش نحضروه. لو طون اللي انا نكمل نتفقد شنو باش نعمل، قولوا لنا شنو البلا، يا نحضروا توا الدجاج يا نحضروا سلطة البلانكيت.
حسني الجيش. حسني الله يبارك الجيش داكورد به هاش فصلك مادام قلت لي الجيش نحضروا الجيش توا ونكون حاجه نحطوا باش نحضروا هذيك الزيت باش يسخو بعد كل شيء وباش ناخذوا الدجاج اللي هو ماريني ناخذوا حاجه سبيسيال كيف كيف اللي هي السميد دونك عندنا سميد رقيق نتاع الورده الورده عندنا لي زيبيس تاع بنجميع ايبيس مكسيكان دونك الحاجه اللي تاكلوا لانيه كلهم تفاعلوا كلهم في الدجاج الله يبارك نحضروا الدجاج دونك الدجاج الكريسبي باش نسحقوا سميد هاكا باش تقايدوا سميد الرقيق لي زيبيس بالنسبه لايبيس مكسيكان تحقوا باكو فارينة به بالنسبة للفارينة كيف كيف لو تنجم تخدموا فارينة العادية اللي هي فارينة الوردة ولا تاخذوا سبيسيال جاتو به شنو الفرق ما بين بالنسبة لنا احنا في الانجريديون اللي هو الخميرة الكيميائية تكون موجودة سيرتو بالنسبة للفارينة سبيسيال جاتو باهي شنو نستحقوا حليب باش نديو بليتاب بليتاب دونك اول ايتاب عندنا حليب ناتيلي صبوا في صحفة الحليب فضلك شايف نحب على روسيت نتاع عين سبانيوري هاي بيان سور روسيت نتاع عين سبانيوري الله يبارك هذا هي الحليب شو باش نزيدو الحليب باش نزيدو كعب عظم عن سورتو بالنسبة للروسيت برشا يبداو يتسائلو توا الحاجة اللي احنا فرحانين لها برشا شنو هو فيه الدجاج بالنسبة للفيه نتاع الدجاج الدجاج راهو مفوح حاضر باش تاع مليحه مي الفيح يعني دي زيبيس مكسيكان نفس الحكايه باش نختاروا لي زيبيس مكسيكان باش نفوحوا بها شابلور يعني في بلاصه الشابلور باش نعملوا سميد هذاك الفرق يعني برشا اذا فما شكون يحضر شابلور وفما شكون نعطيكم الريسيت اللي جربوها تعطي نكهه اخرى بنينه تعمل ستارتين كيف باه تو باش نزيدوا شويه عظم بعد ما نستعمل العظم نغسل يدينا هذا هي الكونتاكت الاولاني اللي باش يصير بالنسبه للدجاج فارينه وعظم وشابلور اوليو باش نخدمو عظم بركه باش نخدمو عظم وحليب باه في الاثنين باش نحطو زيت نحطو زيت ديو لافونتاج سورتو بالنسبه للزيت نتاع ديو اللي هو ميلونج ما بين المايس والترنسول يعطينا نكهة أخرى مازال جديد نورمالمون تلقاوها في الأسواق خليو الزيت يسخن ناخدو دوبلاش ملح به كي نعملو خبز مجمر محرس سامحش مهرس مهرس خبز مجمر ومهرس اي راهو شابلور بالنسبه لنا شابلور راهو خبز اللي قادرنا هذاك كل نجم نرحيوه نعملو به شابلور اما نحكي لك سورتو بالنسبه لنا ساعات الروسيت باش تعطينا نكهه اخرى جربها بالسميد ومن بعد قلنا رايك هذا الحليب باش نخليوه كبار ناخذو باكو سميد ورده شوية في الغاز ديجا جربها بالسميد تعطيك نكهة أخرى هذه هي سميد هاكا نسحقو نجمو نزيدو نصبو وباش ناخدو ليبيس عندنا موجودة ليبيس تاع بنجميع ليبيس مكسيكان
يتفوحوا. سيرتو برشا يقول لك الشابلور اللي دخنيها مثال في الريستورانات المعروفة تاع الجيش، يقول لك عندها كولوراسيون منين كي كولوراسيون اللي صارت ده اللي زاد كيف كيف ما عندوش الفاح لي بيس مكسيكان الناس زاد كيف كيف ياخذ شويه فلفل احمر وياخذ يعني فلفل زينه وشويه كركم. دونك الكولوراسيون هذيك هي باش تعطينا النكهه، خاطر في الكونتاكت وقت اللي نبداو ندوقوا في الدجاج الكونتاكت الاولاني اللي هو شابلور، نحطوا شويه ملح زاد كيف كيف ونخلطوا مليح مليح. هذا بالنسبة للشابلور، ديجا في بلاصة الشابلور كما قلت لكم سميت هاك ترا في كولوراسيون تبدا منكهة. بالطبيعة الدجاج يكون ديجا ماريني عنده يعني هو الحاجة نهاير، باه ونجيبو معون باش نحطو فيه الفرينة. هذا باش نجيبو صحن باش نحطو فيه، يعني ديما نحط سميد في الطاجين والكفتة في بلاصة الشابلور. سيرتو لاسبي كريسبي بالنسبة للدجاج راهو يعطي نكهة أخرى عالمية صدقوني، يعني مش أول مرة نجربوه بالنسبة للدجاج يعطينا نكهة بنينة. بعد كل فرينة نحيو زي الكل، معنا دجاج فرينة ولحم وشابلور. دونك لي تابلو لهنايا باش نحطو دجاج في الفرينة كيما تراو هو الدجاج. نحطلكم شوية تليفون تشوفوني بعد نحطوهم في الفرينة. نخليو الدجاج لهنا باش نجمو نطلعو كل شيء. الفوليت الحليب اللي قلنا عليه نعاودو نرجعوه في الفرينة باش ياخد كوش واحدة أخرى، نزيدوه مرة أخرى في الحليب والعظم ومن بعد في الشابلور. دونك هذايا الروسيت نتاع البولي كريسبي كويس دو بولي كيف كيف نجمو نعملو بيلونات. خالد بونجور صباح الخير خالد. دونك كيما تراو هاو كويس دو بولي نخليوها ونكرر نفس العملية مع لي زوتر كويس كيف كيف. فرينة كما قلت لكم بالنسبة للدجاج كريسبي استعملنا فرينة الوردة سبيسيال جاتو، من بعد حطينا في الحليب أو كهنا الحليب ناتيلي، نعاودو نرجعو في الفرينة،
بونجور بونجور أنيسة، بونجور يا مديرة سارة، بونجور. شنو هو دبارة اليوم؟ باهي، بالنسبة لدبارة اليوم كنت سبقت شوية وحضرت الجماعة اللي خلطوا عينا توا، عندنا شربة من شاية، قاعد نحضر توا في الدجاج، في الدجاج كريسبي، ومن بعد عندنا سلطة بلانكيت، عندنا مخارق، ومن بعد هكا حضروا ورقة وستيلو باش تقيدوا الروسيت نتاع المخارق. باهي كويس ولا نايم؟ بعد ما خدينا سميد نتاع الورده الرقيق فوحناه بليزيبيس مكسيكان نتاع الجميع، هاكا تشوفوا في الكولوراسيون كيفاش. توا باش نقليو الكويس، باش نكرو نفس العملية. زيت نحيه من بعدنا، زعما تنجح كي نحطها في فوق. كيفاش تعمل شابلور ما تنجمش من بعد تحطها في الفور. بون سيرتو اللي هي يسمها تكون مقليه في الزيت. نذكركم باليوم زاد كيف كيف اللي هو عيد الشغل، ان شاء الله كل عام نتوما حيين بخير، نحتفلوا بعيد الشغل ميم سي توا كونفينمون، يعني فما شكون يخدم فما شكون ما يخدموش. كيما قاعدين تراو هاو الدجاج كيفاش يكون. احمد امين بونجور، هذايا دجاج كريسبي. كيف نجم نكرر العمليه بالنسبه للكويس اللي نزل لنا، من بعد ما نهزو كيس الحلب نجيب وسيط كيما قاعدين تراو دجاج كريسبي كيما في الريستورونات اللي تعرفوها الكل. نكرر نفس العملية. صباح الخير يا أحمد أمين، سلمى بونجور. كيف كيما قلت لكم باش نكرر نفس العملية، نقص شوية في الغاز. اليوم هاكا الغاز على غالب يلزمني نتبعوه، الغاز برك الله النار نتاعو قوية برشا، سيرتو اليوربول إكسيليون سي اون مارك بالحق ما كومباني في الكوجينه. علاش ماذا بيه الواحد ديما ياخذ حاجه باهي في الكوجينه؟ ونعرف الجماعه الكل اللي برشا يتبعوا ماذا بيهم ديما الكوجينه نتاعهم تبدا ايكيبي باحسن حاجه موجوده باش تعاونهم في كل شيء. باه نفس العمليه، بعد ما حطينا الدجاج مليحه في الشابلور نحيو الزيت. دونك هكا البلان الثاني نتاعنا حضر اللي هو دجاج كريسبي. صدقوني بالحق الحاجه اللي تفرح توا في الكونفينمون، اللي تبارك الله الناس الكل ولات طايف كوجينه، ولات مغرومه بكوجينه، وتحيه للنساء الكل اللي قاعدين توا يوميا طيلة شهر رمضان قاعدين يحضروا في الماكله. نقول النساء بالحق راهو نساء قاعدة كافح، قاعدة جاهد باش تحضر لنا ماكلة. ورجال قبل كانوا نحكيو قبل الكونفينمون، توا شمول نحكيو قبل الكونفينمون وبعد الكونفينمون،
كمل هكا ولا بعد تعمل قلية ثانية. لا بالنسبة للقلية يعني قلية بركة تعرفيش، قدر هو ديجا ماريني وفي المارينات نتاعو يولي ما عادش فيه روح بطبيعته. بعد انت كان ساقيت تعمل قلية أخرى تنجم تعمل قلية أخرى يعني مش مشكلة. هذه الكتاب الثانية كمان من هاكي نتراو نعود لكم الرسيت به عبير. نعود لكم الرسيت بالنسبة للرسيت نتاع الدجاج، خذينا الدجاج ديجا ماريني حاضر، اسفكم كبيرة، خذينا الدجاج حاضر ماريني مليحة بليزيبيس مكسيكان. من بعد خذينا فارينا سبيسيال جاتو الوردة، خذينا سميد كيف كيف وردة رقيق، فوحناه بليزيبيس مكسيكان و اوليو باش نحطو عظام بركة نورمالمون هي بانيا لونجليز فارينا وعظام شابلور، حطينا العظم كعبة بركة عظم والباقي كله حليب. من الأول حطينا فارينا ومن بعد في الحليب والعظم، بعد عودنا رجعنا في الفارينا من بعد في الحليب والعظم، ومن بعد حطيناها في السميد اللي هو مفوح، بعد قليناها في الزيت. هذايا بالنسبة للدجاج كريسبي. سارة عبيد صباح الخير، صباح النور. سندس مسوس أحمد ياسمين بيان غون ميرسي. بالنسبة لينا نقول لكم يعني نبارتاجي معكم لي روسيات اللي احنا نعرفوهم في الكوجينة في الريستورانات الكل اللي موجودة، ونذكركم نشكروا حازم نعيسى راديو بون ليونور اللي امن في البث هذايا، وخالد عويش تونيسكوب والسبونسور الكل اللي امنوا بينا باش نجموا نحاولوا نحضروا لكم الاكله في رمضان سبيسيال كونفينمون. باه تعديوا للي تابلي من بعدها باش نعطيكم توا روسيت ورقه وستيلو، ورقه وستيلو فيسع فيسع فيسع، قايدوا الروسيت نتاع المخارق. بالنسبه للعسل نتاع المخارق 200 غرام سكر عليهم 100 غرام 100 مللتر ماء وعصر قارص مغرفة جلوكوز، واللي ما عندوش جلوكوز ما يصيرش فيهم حتى مشكل. من بعد نزيدوا عليهم مغرفة سكر محروق باش نتحصلوا على الكولوراسيون البنية. بالنسبة للبات نتاع تحضير المخارق عندنا كاس فارينة، نفس الكاس اللي نكايلوا به الفارينة هو اللي نحضروا به. منين تلقاو فيه سميد؟ والله سميد موجود في المغازات الكل، وحتى كما لقيتش سميد ما يصيرش إجا يومين إجا خود سميد نعطيك. نذكركم في الروسيت نتاع المخارق، كاس فرينة بنفس الكاس الكيلة عليهم كاس سميد أرتب، نص كاس متاع زيت، نص كاس متاع ماء، نص مغرفة ملح صغيرة وشوية خميرة كيميائية وطريف سكر فانيليا. هذا يكون نخلطوه مع بعضهم ونخليهم ترتاح. دونك بالنسبة لينا بعد ما خلطنا الروسيت متاع المخارق عطيناها تخمر في الفور متاع ويربول. ديجا الفور متاع ويربول فيه سيزيام سونس، دونك كيما تراو بدات تخمر هكا هكا البات هذيك. من بعد باش نحضروها السيدة نحيوها نظفو كوجينتنا نظفو الزيت. بعد ما حضرنا الشوربة ديجا نتفقدوها عنا المياه نتاع المقرونة، مش نقول لكم كيفاش باش نحضرو الجراتان تاع المقرونة. به حاجة سهلة برشا قبل كل شيء نحط المقرونة طيب. طريتهم اليوم في الوردة في النمر 2 بالنسبة للكويسون تسحق 7 دقائق. ان غرو ميرسي ميزون الموند سورتو بالنسبة كي نقولو ار دو لا تابل نلقاوها في ميزون الموند. ان بتي كوكو سونيا به ناخذو البول اللي باش نحضرو فيه المقرونة هاو بحذانا، عندنا شوية طماطم وفلفل نقصو شوية طماطم شوية فلفل. سلام ربي عودنا الروسيت الروسيت نتاع المخارقة. باه الروسيت تاع المخارقة دونك عندنا على 200 غرام سكر عليهم 100 مليلتر
مي عليهم 10 قارص ومغرفه جلوكوز بطبيعه ما نساوش الحترشيه 50 مللتر حترشيه، واللي ما عندوش جلوكوز ما نساش فما حتى مشكل. نزيدوا عليهم مغرفه سكر بني محروق باش تعطينا الكولوراسيون البنيه. بعدين روسيت تاع المخارق، بالنسبه للروسيت تاع المخارق، بالنسبه للروسيت تاع المخارق نسحقوا بنفس الكيلة الكاس تاع فرينا، بنفس الكاس نتاع فرينا عليه كاس سميد، نص كاس نتاع زيت، وعليه نص كاس نتاع ماء، نص مغرفه ملح، نص مغرفه ملح صغيره، وشويه خميره كيميائيه مع بعضها، وشويه سكر فاني. هذايا بالنسبه للروسيت نتاع المخارق. به نذكركم اللي تنجموا تفعلوا معانا وتقولوا لنا شنو المنيو اللي حضرتوه اليوم. قلنا حطينا المقلوب الفل، الماء شرب ديجا موه ديقله، قاعدين نقصوا في خضره، قصينا شويه فلفل شويه طماطم، خلطوهم مع بعضهم. نعرفوا سيرتو بالنسبة ل ان بتي كوكو سي وليد، اي بيان سور نطيبو بزيت نجمة ديو بلوس فيتامين. باه بالنسبة للمقرونة باش نعملو غراتان تاع المقرونة، دونك باش نستحقو شوية خضرة، كل قدرو قدرو بالطبيعة، شوية بصل شوية طماطم شوية فلفل، الكل خلطو مع بعضو. عنا شوية زيت كيف كيف بينار، يعني الخضرة نجمو نخدمو ان غراتان نتاع مقرونة وبالخضرة باش نزيدوها حاجات اخرين بالطبيعة باش تدي نكهة اخرى. سي نبيل بونجور، حبوا الروسيت نتاع باه لي روسيت الكل اللي تحبوها تنجمو تخليو كومونتير تاو من بعد بقدرة ربي نقوللكم عليها. اخترنا زادة بالنسبة للمقرونة شوريزو مليحة، وكيف كيف جامبون، جامبون كيف كيف مليحة نتاع دجاج. باه باش نقصو جامبون، شويه شوريزو، كيف كيف نجمو نحطو شويه تون، نحطو كل شيء الحاجات اللي نحبوها، يعني احنا الكل نجمو نزيدوها في وسط المكرونه. شوريزو مليحة، شوية زيتون شوية كبر، يعني كل قدير كل قدير وقدرو. باه مهم مقرونة يزيها، صفيو المقرونة. باه دابا علينا شنو نطيبو اليوم جنين، لحظة برك نتلاها بالمقرونة وين يجيك. العيشة مقرونة بيان سور، خليوها برا المقرونة، ونحضرو ليزانجليتيون تاع الكراتان. بربي نحبها بطريقة صحيحة تاع زلابية، حبها تبقى تتقرمش. كنا جربنا زلابية تنجم تفرج عليها على شان يوتيوب شيف مؤمن بن يونس، ولا على الفيسبوك زاد كيف كيف شان مؤمن بن يونس، شيف مؤمن بن يونس ولا الكولينير باي مؤمن، تلقى الروسيت نتاع زلابيا والمقادير وطريقة حتى نتاع الاعداد. باه بعد ما قصينا شويه شوريزو مليحه وشويه جامبون نتاع دجاج كيف كيف، مع شويه الخضره كيف كيف. بالنسبه للخضره اقعدوا في الدار، ما تسحقش باش تخرجوا من الدار، فريشكا ديستريبيسيون تجيب لكم الخضره وين نتوما. دونك هاكا حطينا شوية سبناخ، حطينا شوية بصل، شوية طماطم، شوية فلفل، هما كل باش خلطوهم مع بعضهم في البول. باش ناخدو توا بول، نحطو فيه شوية فريش، ناتيلي، شوية فريش ناتيلي،
عفوا سيرتو بالنسبة لي بريباراسيون كل قدير وقدره يعني ما فماش انجريديون ما يسالش نحاولوا باللي زانجريديون موجودين نخدموا باش ناخذوا فروماج لوندور 100% ايمونتال به شربة كفتيجي سكالوب باني وسلط روس صح ابو شفي يا ريم طاهر صباح الخير يا طاهر محمد طاهر به باش نزيدوا فروماج كما قلت لكم مع الكريم فريش ومع شوية عظم كده باش تكون الباسة خلطوا مليح مليح ونصير شوية ملح شوية فلفل أكحل بربي خميرة خبز والا خميرة جاتو خميرة متاع جاتو خميرة كيميائية متاع جاتو تاع مرتبات باه توا باش ناخدو بعد ما خدينا الخضرة خلطناها مع الفلفل والطماطم وبصلو شوية سبناخ شوية شوريزو مليحة زدناه شوية جامبون كيف كيما ترا في الكولوراسيون كي باش نزيدوها للمكرونة اخترنا لكم فلفل وردة نمرو 2 نزيدوها الفرماج والكريم فريش والعظم شوية ملح وفلفل أكحل باش نخلطو مليح مليح كيف نجمو نزيدو يعني بالنسبة على الكولوراسيون راهو الجراتان جينيرالمون يعني فمك الكوش متاع الجراتيناج هذيك تبدا نجمو نعملو بالسيت بالصوص صوص بشاميل اللي كل قدر وقدرو يعني ما نحاولوش نصعبو الدنيا هاكا باه توا باش نحطوهم في الفور قبل ما نحطوهم في الفور نخرجو بلاطو متاع الفور فور هذا نتاعنا سيزيام سونس في البول عندنا دو بلا نتاع غراتان صغار يعملو 66 كيف باش نعبيو فيهم المكرونة المكرونة مشخشخة بالخضرة بالفرماج لوندور 100% اليمونتال لو عملنا الحقيقة تنجم تخدم الميلانج متاع فروماج كما قاعدين تراو هاكا ريسيت سهلة ما طلبش برشا وقت طلبش برشا جهد وكل قدير وقدرو كيف اللي يحب يزيدها دوتر انجريديون هاكا ينجم يزيدها دوتر انجريديون مورها مريقلة شوية وطاوة كيما ترى هكا باش نحطوهم في الفور وير بور سيزيام سونس موجود فيه بالنسبة للفور يعني في سيزيام سونس تنجم تحط الروسيت اللي تحب عليها في 150 روسيت طول الوقت وطون تاع غراتيناج دونك نجم نحطو انتر 20 و 25 مينوت وكاين الروسيت نتاع المكرونة حضرتك بربي نحب طريقة نتاع البيتي فور به نذكركم في الروسيت نتاع المخارق الجماعة اللي التحقوا بينا وذكركم في المنيو شنو حضرنا دونك حضرنا شوربه مرميه بالدجاج منشيه بالدجاج حضرنا غراتان تاع مكرونه تاو حطيناه في الفور نعطيكم الروسيت نتاع المخارق وكنا حضرنا زاده بولي كريسبي بالنسبه كويس دو بولي كريسبي دونك شنو مازال لنا بالنسبه لينا مازال لنا ثلاثه حاجات نورمالمون
توفيق صباح النور لوبيا بالكعابر طاجين باترولي وسلطه روس وشرب شاي صحه بشفي يا امير باهي الروسيت تاع المخارخ دونك على 200 غرام سكر عليهم 100 مليلتر ماء وعليهم 10 قرص خليهم يطيبوا من بعضهم ومن بعد نزيدوا 50 مليلتر عطر شيا وكي يخرجوا ومن بعد ما نخليهم يغليو نزيدوا مغرفه نتاع سكر محروق باش نتحصلوا على الكوراسيون البوني. بالنسبه لتحضير المخارق بنفس الكاس بطريقه التحضير على كاس فرين عليه كاس سميد ونص كاس زيت ونص كاس ماء نص مغرفه صغيره ملح نفه صغيره خميره كيميائيه وشويه سكر فاني هذا يكون نخليهم مع بعضهم ونخليهم يرتاحوا. حاولوا زيت كل نحيوه من بحذنا شنو مازالنا باش نحضروا يا جماعه شنو مازالنا باش نحضروا. حضرنا الشوربه اللي نشيها لهنا مازالنا كم نرميو الشوربه ونحطوا العظم استيوس بربي باش تقعد سلطه الروس كل كعبه واحد. بالنسبه للكويسون تاع الروز يعني نذكرك اللي فما ريبيلاف وريكريول يعني الريبيلاف اللي تقلى هذيك في الزيت والكريول اللي تصمط في الماء. فما شكون يشل الروز قبل ما يطيبوا دو بريفيرونس ماء يغلي بعد ما يغلي الماء صب عليه الروز ونفى ملح فما شكون زاد كيفي في زيت مغرفه صغيره زيت. مي بالنسبه لي بعد ما يكمل يطيب الروز تعاود تشلو زاد كيف تبردو نقولوا احنا بور ستوبي الكويسون باش كل كعبه تكون وحدها. باهي نورمالمون انا قاعدين نحضروا بعضنا في المنيو باش عاد نطول سلطه البلانكيت. سلطه البلانكيت اختارني لكم خبز هابيس ترنيكم خبز هابيس. وبالنسبة للخبز هابيس إكسترام والو 5 سيريال كيف تنجموا تلقاو أي نوعية متاع خبز تخدموا بها سلاط بلانكيت كيما روسيت الزمنية القديمة. عنا أون بورت بيس باش نعملو موديل هاني رجعت لكم. بالنسبه لامبورت بيس هذا كيف عندنا امبورت بيس كاري نجمو اللي يحب هكا فما في الرون فما في الكاري. انا حكيت اخترت الرون. حاولوا نجتهدوا نحاولوا نبدلوا سيتو في الكونفينمون نعرفوا اللي برشا يحبوا روسيتات لي روسيت الزمنيه. صحيح نحبوا روسيت الزمنيه وديما نشجعوا على روسيت الزمنيه مي ماذا بينا زيد نعطيو لمسه سيرتو في الكونفينمون في وضعيه كيما هكا. بعد ما قصينا خبز حضروا عنا شويه فاريونت مشكله شويه زيتون كبار في لحظه نزينو بيه مسلزم مسلزم يتغسل الروز. اما خلطت علينا توا كنت قلت بالنسبه للطريقه نتاع الروز يعني فما طرق لتحضير السلطه نتاع الروز والطريقه فما شكون يغسل الروز قبل ما يطيبه وزاد كيف بالنسبه لينا ليتاب لامبورطونت اللي هي يلزمنا نبردوه من بعد ما يطيب. شويه عظم شويه تون كل قدير وقدره. بالنسبه لينا سيرتو في رمضان نعرفوا تكثر الشهوه وذاك علاش انا نحاولوا باش نلبيو الشهوه نتاع الناس الكل. شويه تون شنو قعدنا باش ناخذوا شويه صحفه باش نحطوا فيها شويه زيت شويه ماء شويه خل والهريسه. دونك هريسه خمت فيكم فوركيتا الحق عندها هريسه تعمل سيرتين كيف كنت جربتها عام ناول الحق وقت اللي في التاسعة في ولاد الكوجينة وتوا قعدت في دال الهريسة هذيا بنينة تعمل 66 كيف
فما فوركيتا هاي كاسكويس صوص هريسة مش نحطو منها شوية، وعنا الهريسة زادة كونكاسية بالزيت زيتون. هاي فوركيتا بالحق جربوها عندها نكهة بنينة برشا. ميلونج نعرفوه هذاك اللي موجود، ميلونج السهري نقولوا احنا، موجود ما بين هريسة وزيت ماء وشوية خل ونفى ملح. مش قاعدين هاي هكا شوف، هكا حطينا شوية هريسة في صحفة. نجيبو اسيت بالنسبة للاسيت هذوما تلقاهم في ميزون المونت. انا لوز نغسلو تخسر القيمة الغذائية تاعو، ونشد كان جا روز برياني تنجم تغسلو باش ما يعجنش مصلة روز ما يتغسلش. باه هذايا الاسيت اللي باش نحضروها بالنسبه للسلاط بلاكيت. خذينا الخبز هابيس قاسينيه رونديلات، فما شكون يغمس الخبز فما شكون جوست يقول لك هكا بالمغرفه واللمبيب، احنا تو نجربو لي دو ايتاب. نجمو نغمسوه كيما قاعدين نشوفوا فيا بالنسبة للخبز اللي تاكلو لهنايا تمنيها. باه نجيبو سلطة مشوية، هذه سلطة مشوية كنا حضرناها البارح. شايف لطفي أهلا وسهلا بيك، عايشك. هذه سلطة مشوية نتاع البارح، تنجمو تشوفوني هكا. ناخدو مغرفة صغيرة نحطو سلطة مشوية، هكا هذوما سيرتو حتى في الصيف هابار رمضان يكونو دي كنابي موديل تاع كنابي هكا بالسلطة مشوية بلا روسيت المخارق مرة أخرى. باه الله يبارك، تعطيك روسيت تاع المخارق جست نكملو سلطة بلانكيت ومن بعد نعطيك روسيت تاع المخارق. بعد ما حطينا السلطة شوية تو باش نزينو شوية فاريونت. شوية كبار كل قدير وقدر، شوية زيتون العظم، وشوية طن، وهكا يكون سلطة بلانكيت حضرت تعمل 66 كيف، وان شاء الله تعجبكم. دونك انتم تنجموا تعطيونا الروسيت نتاع سلطة بلانكيت، ولا تورينا تصاور نتاع الروسيت نتاع سلطة بلانكيت، ولا نتاع المنيو نتاعكم تاجيونا فيهم. شايف مؤمن بن يونس على انستغرام كيف كيف، على الفيسبوك شايف مؤمن بن يونس، والا على شان يوتيوب شايف مؤمن بن يونس كيف كيف. دونك هكا سلطة تاع بلانكيت حضرت، جيش حضر مازلت لنا المخارق. ذكركم بالنسبه للروسيت تاع المخارق، لحظه برك كل عاده نغسلو يدينا. الروسيت تاع المخارق بالنسبه للعسل، لحظه برك نطلع نسيو التليفون. باه الروسيت تاع المخارق على 200 غرام سكر، نزيدو عليهم 100 مليلتر ماء و10 قارص ومغرفه جلوكوز. اللي ما عندوش مغرفه جلوكوز ما يصيرش فما حتى مشكل، ينجم ما يحطش جلوكوز. نخليوهم يغليو، بعد ما يغليو نحطو 50 مليلتر عطر شيا، ومن بعد ناخذ شويه سكر محروق باش نتحصلوا على الكولوراسيون البني. بالنسبه للروسيت المخارق واسمعوني مليح مليح، باه يا عايشك ربي يفضلك يا منيره ام تو
سلام شيف ربي عاودنا رسيتي عايش كان ينعاد في رسيت وهم زرلي ميرسي الرسيت نتاع المخالف بنفس الكيس على كيس فرينة كيس سميد ارتب نص كيس زيت نص كيس ماء نص مغرفه ملح صغيره شويه خميره كيميائيه وشويه خميره نتاع خبز هذا كيف كيف خاطر فما دو رسيت وشويه سكر فاني وهكا تكون الرسيت نتاع المخالف اللي من بعد باش نحضروها مع بعض باش نحاولوا نحيو الزيت الكل نظموا الكوجينة على قد ما نظموا الكوجينة على قد ما نبداو نخدموا واحنا مرتاحين هاكا صدم شوية كنا حضرناها البارح يعطيكم الصحة زادة ليكم انتوما اللي قاعدين تتابعوا فيا قاعدين تتفاعلوا وقاعدين تحطوا في دي كومنتير وتعطيونا في دي روسيت عملتوها ودي روسيت حبيتوها يعني اللي يحب أي حاجة عليه خلينا كومنتير وإحنا نجمو نجاوبوه الزيت الكل نحيوه كما قلت لكم باش نحضروا توا فيسه فيسه باش نجم تبرد شنو هي المنيو بالنسبه للمنيو عندنا شوربه منشيه بالدجاج عندنا سلطه نتاع بلانكيت بولي كريسبي عندنا مخارق وعندنا زريقه وعندنا غراتان تاع مقرونه غراتان تاع مقرونه حاطينه في الفور من بكري هاك قاعد يطيب فور ويربور الشوربه منشيه هاي صات باقيت مازال كمان حضرناها جيش حضرناه بكري الكريسبي مازالولنا حاشين مازالتلنا زريقة ان اوتر فاسون بالطريقة متاعنا احنا تو بالحق ذوقوها نكهة اخرى تو نقولكم علاش نكهة اخرى خاطر صوصون يبتدي تاكي فون لا ديفيرونس باه عرفش نقولكم بالنسبة للزريقة شنو باش نحضرو ان سبيسيال ديديكاس كيف كيف الباتسري لاسين تنجمو تلقاو ديسير متاع زريقة في باتسري لاسين باش نسحقو شوية حليب ناتيلي نص سيدرا حليب ناتيلي باش ناخذوا كريمه هي نورمالمون زريقه العاديه تتعمل بالكريمه العربي احنا باش نحضروها بكريمه فانواز كريم ديسير بنكهه اللوز يعني هاكا ديما يقعد اللي ما خلطش حتى على الفاكهه هاكا موجوده النكهه تاع الفاكهه في الكريمه على نص لتر حليب اخترنا حليب ناتيلي زدناه ساشي كريم ديسير باللوز نزيدو 3 مغارف سكر وباش نخلطو على الغاز مليح مليح هذايا بالنسبة للكريمة شاهي طيبة شايف يعطيك الصحة آمن حضرنا لي بودان هذوما سيرتو نتاع زريقة هاكا في الفور بنكهة الفاكهة هاي كيف كيف كل قدير وقدر علاش نقولو من بكري كل قدير وقدر خاطر سيرتو في الكونفينمون نعرفو اللي الدنيا غلات وفما برشا حاجات ما نعرفوش عليها حطينا الحليب ناتيلي زدناه الكريمه باه نجمو نخدمو بنكهه اخرى غير اللوز بيان سور فما نكهه اللوز فما نكهه نتاع بوفريوا احنا نحاولو باش نلقاو حل سورتو في ظل الظروف هذوما اللي فما برشا حاجات فماش وليد اهلا بيك خويا يعطيك الصحه عايشك تحيه ليك يا وليد باش نحيو زي الكل بطبيعة الكوجينة راه مشطرها نظام نوريكم الطريقة نتاع العديد نتاع الكريمة كيف تنجمو يدو شوية عطر شيء باهي ونزيد نص مغرفة صغيرة خميرة خبز باهي هذوما لي فيرين اخترنا لكم دونك يعني تنجمو تختاروا اي نوعيه نتاع فيرين نجم تنجيب لكم موديل واحد اخر تاع فيرين
حاول نلاقي كل شيء موجود في الدار، خذاكم ودي لاخر تعبيرين شايف كل يوم فما مباشر بالطبيعه نجموا بقدره ربي ان شاء الله نعدوكم به كل نهار في رمضان سبيسيال الكونفين ما تلقاو ديريكت الماضي ساعتين، وللي فلت الحلقه ولا فلت الرسالة ينجم يلقاها موجوده في الفيسبوك على شيف مؤمن بن يونس كيف كيف، ولا في شين يوتيوب يعاود يتفرج على الرديف نتاعها كيف كيف في شين يوتيوب شيف مؤمن بن يونس. دونك نشكركم بالحق برشا برشا على تفاعلكم معايا سيرتو في الكومنتير. تنجموا تخيلونا اللي هي به برافو شيف لوسيت سون فاسيل بورتي تو الموند. بالطبيعه هذيك هي الحاجه الباهيه، حاولنا نخرجوا من الاوردينير اللي نعملوا حاجات كومبليكي حاجات صعيبه ميم سي يعني نعرفوا لي توانسه الكل تبارك الله ذواقه ويعرفوا لي روسيات الكل موجودين كيك سوا الكويزين تونيزيان ولا فرونسيز. هاي مرحبا بك ساره تنجم تجي طيب معايا انا فما كونفينمون به سلموت شايف بربي روسيات هريسه بلوز بالطبيعه تنشوفوا نتابعوا روسيات 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 نعطيكم لي روسيات اللي تحبوا عليهم الكل تنجم تخليو كومنتير. كيفاش عملتها الملسوقه وباش محشي به بالنسبه كيف كيف ديما نعطيكم الريسيت دو باز ونعطيكم البديل. قلت لكم الريسيت نتاع باش نعملوا فاسون زريقه يعني زريقه بالطريقه نتاعنا احنا انوتر فاسون. الملسوقه تنجم تحط بالنسبه للحشو عطرشيه وتزيدوا شويه بفريوه والا عطرشيه وشويه لوز مع سكر محاور، تعملهم في كل بودام وورقه البريك تدهنهم بشويه مارغرين وتحطهم في الفور باش يوليو كروستيون. هذايا بالنسبه للريحه تاع الملسوقه. الكريمه قاعده تطيب نتفقدوا الفور ميسالش. ما هليهم ليفيرين اهم ليفيرين فما الموديل هذايا هكا فما الموديل الموديل كيما الحك هكا نذكركم بالنسبه للكريمه والزريقه على اوتر فاسون اخترنا كريمه باللوز بانواز كريم ديسير زدنا على حليب ناتيلي زدنا على 3 مغارف سكر بالنسبه للطريقه نتاع تحضير سهل برشا وخدينا شويه بفريوه زدناه شويه سكر محاور وزدناه شويه عطرشيه عملناه رولي في ورق نتاع بريك حطيناه يطيب في الفور حطيناه يطيب في الفور بعد ما طاب في الفور ديجا خرج كريسبي هاو هكا كما ترى فيه سو فورم دو باتوني. دونك الهي باهي تنعطيوك الريسيت بديعة بونجور بديعة الكريمة هاي قاعدة تطيب اللي عنده كومنتير وللي يحب يزيد يتفاعل معنا نجم يخلينا كومنتير يقول لنا شنو هو المريم تاع اليوم. بونجور بونجور بديعة الكريمة حضرت تعمل تستين كيف يعني هو اليوم باش نحضروا احنا كريمة عربي نحاولوا ديما نجتهدوا نحاولوا ديما نعطيكم حاجة البديل نتاع الروسيت هاكا سيرتو في الكونفينمون ما عندكش عطرشية باش شنو نعاودوا به. بالنسبة للعطرشية ما فماش انا بيرسونيلمون مع اللوز الكريمة نتاع اللوز ما زادش العطرشية خاطر تنجم ما تحطش عطرشية خاطر هذيا انوتر فاسون. ماريا بونجور وصفة الدجاج به بشير بونجور. بالنسبه للروسيت نتاع دجاج خدينا دجاج مليحه ديجا ماريني حاضر الكريمه باش نخليوها تبرد وبلاش نخليوها بحدينا هاي لهنا. بالنسبه للروسيت نتاع الدجاج نذكركم كيفاش حضرناها خدينا فرينا سبيسيال جاتو ورده خدينا سميد شويه ورده زاده كيف كيف فوحنا الفرينه والسميد الفرينه بشويه ملح والسميد فوحناه بالليبيس مكسيكان نتاع بن جميع ليبيس تاع بن جميع خلطناهم كل خليناهم ابار وخدينا اللي باش نعملوا فرينه وعظم وشابلور عملنا هكا السميد ومن بعد خدينا كعب عظم زدناها الحليب ركضناها كل مع بعضها فوحناها بشويه ملح وفلفل اكحل حطينا الدجاج اللي هو ماريني نتاع مليحه ديجا الكويس ديزوسي شويه حطيناهم في الفرينه ومن بعد حطيناهم في الحليب ومن بعد عاود رجعناهم في الفرينه بعد رجعناهم الحليب ومن بعد حطيناهم في سميد ديجا ايبيسي بلي لي زيبيس مكسيكان ومن بعد خليناه في زيت ديو بلس نجمه
وكل صحة وشفاء. الهام كورتون بلو حريرة تاع البارح وبلانكيت بتبيعها وصلت بلانكيت. انا البارح حضرنا سلطة مشوية، اليوم نعمل سلطة تاع بلانكيت. الكريمة هاي حضرت حتى سيرتو في الكولور، في الكولور يعني تبارك الله ما شاء الله. كيما كيما العربي ونكهة أخرى، نكهة اللوز حتى هكا ما خلطنيش على الفيكة، نعرفوا اللي صوم تبارك الله خليها برشا صوم تاع الفيكة. مقرونة في الفور، أي مقرونة في الفور عبير هنا حضروا فيها مقرونة في الفور، جراتان تاع مقرونة، باعين سبانيورية بسكالوب، سلطة مشوية وشرب صحة وبشفاء. باه خليو الديسير من بعد شوية حتى لين دوبلاش تبرد الكريمة باش ما يتكسروش الفيرين، الفيرين هما سنسيبل شوية. ونتعدي للمخارق. بالنسبه للروسيت تاع المخارق، نسيت نعاود نذكركم مره اخرى، الروسيت تاع المخارق على 200 غرام سكر، 100 مللتر ماء، 10 قارص مغرفه جلوكوز، واللي ما عندوش جلوكوز فما حتى مشكل، 50 مللتر عطر شاي بعد ما يطيب الشحور، وكيف كيف نزيدوا عليهم مغرفه سكر محروق باش نتحصلوا على كولوراسيون البني. التحضير للمخارق، كاس فرينه بنفس الكاس، كاس فرينه عليه كاس سميد ارتب، نص كاس زيت، نص كاس ماء، نص مغرفة ملح صغيرة، شوية خميرة كيميائية، شوية خميرة متاع خبز، وسكر فانيليا. به دونك تنجموا تفعلوا معنا بلي كومنتير، وادخلوا لنا شنو هو حضرتوا ولا شنو باش تحضروا اليوم في المنيو، سورتو اليوم نعرفوا لي جور فيريه يعني عيد الشغل. ان شاء الله ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير في عيد الشغل. وهنا مازلنا في اللايف نحضروا مع بعضنا المخارق. بالنسبه للزيت كالعاده شحور هو حاضر، خليوه عبار ونتعداو للطريقة نتاع الأعداد نتاع المخارق. زيد كل نجمو نحيوه سيرتو تاو بريسك. كملنا المنيو بريباراسيون، نشوفو الفور اللي تولي عيطلي الفور كل جات فقط المقرونة. نضفوا زيت الكل كيما العادة، كيما قلت لكم كلها في الأورجانيزاسيون الكوجينة. حطوا زيت يسخن، باهي وصفة زليبيا. شكرا. بالنسبة للي ما خلصش على الروسيت نتاع زليبيا، ينجم يلقاها في الصفحة نتاع موجودة في الشين يوتيوب، هدى تنجم تلقاها في الشين يوتيوب، كنا حضرناها البارح. تعاود تتفرج في الرديف نورمالمون تلقاها، ولا على الفيسبوك كيف كيف شاف مؤمن بن يونس فيسبوك، والا اليوتيوب شاف مؤمن بن يونس تلقى الروسيت نتاع زليبيا. حاولنا هاكا احنا ماحناش نقولوا احنا ماحناش سبيسياليست في الفطاير وفي زليبيا في كل شيء، بنحاولوا بالامكانيات اللي عندنا هاكا سيرتو فما كونفينمون من غير ما نخرجوا نحضروا لكم حاجات اللي الشعب التونسي الكل يحبها سيرتو في رمضان ويشتهيها. باهي دونك هذايا المخارق هكا خمرت، حطينا فيها سكر فاني، شويه خميره نتاع خبز، وشويه خميره نتاع جاتو. باهي الزيت ما يزموش حامي برشا برشا. وبالنسبه للفورمه يعني كل واحد وكيفاش شنو يختار الفورمه اللي يحب يختارها. نجمو نعملو كعبات، بالنسبة للكعبات نتاع المخارق فما العديد من الوصفات اللي تختلف، فما شكون يحضر المخارق بالفرينة والسميد بركة، فما شكون يحضرها بالسميد والفرينة. احنا نحاولو نجتهدو والهدف واحد، الهدف ان احنا الناس الكل نحاولو نلقاو البلا اللي احنا متوحشينهم سيرتو في رمضان وسيرتو في الكونفينمون. هاك الفورمه نتاعها هذا ديبيو الاولاني، وبالشيء اللي عندنا بالامكانيات اللي عندنا في الدار هو مغرفه اللوح ونورمالمون كيف نجمو باليد
هيك هذايا انا فونكوك بالكل شيء على كعبة المخرخ. خليه أبار كانوا نفس العملية، يعني ما احناش باش نحاولوا باش نعملوا مخارق اللي نقولوا احنا يكونوا كيما المخارق اللي موجودين في السوق، مي هذوما مخارق ديالي ديما نقولوا الحاجة النكهة اللي تبدا طايبة في الدار تبدا عندها نكهة أخرى. هذيك علاش نجمو زاد كيف تحضروا ريسيت نتاع المخارق وتعطيونا رأيكم فيها، واللي عنده ريسيت أخرى زاد كيف ينجم يحاول يخليها. وحنا المفيد الفايدة هاوكا تاخذت من الناس الكل. زيت كما قلت لكم المغرفة لوح بالإمكانيات اللي عندنا في الدار، يعني وعلاش نقولوا احنا نصوروا في حاجة في التلفزة ولا في حكاية أخرى، من هاوكا الإمكانيات اللي عندنا موجودين. كانت مغارق ثانية شوية باش تبوني كرروا نفس العملية. هما كيف تحية للناس اللي بالحق تحضر المخارق وسلابيا، الناس الكل في الوقاية هذه تلقاهم يحضروا كونتيتي كبيرة برشا تاع سلابيا ومخارق. الله غالب كونفينمون، مي الكونفينمون عندها جانب باهي وعندها جانب خايب. جانب الباهي اللي تبارك الله الناس الكل توا ولات نجم تحضر العديد من الوصفات في الدار ديالي، أكل شيء هوم ميد وهاند ميد بليت. بعد ما نفسونيوها نخليوها تزيد تخمر شوية. بالنسبة للمخارق زيد نذكركم بالروسيت تاع المخارق بنفس الكاس، ولا كاس فرينة، كاس سميد، نص كاس زيت ونص كاس ماء، نص مغرفة ملح وشوية خميرة نتاع جاتو، شوية خميرة نتاع خبز، وساشي نتاع سكر فاني. هذه وحدنا كاسيت اللي باش نهزو فيها خرق. كان بونغو المخرق الفور يلزمو بارد، نجمو طبعا نزيدو نسخنو ببلاش جوست بشجرة. أخذ الفور غير يعمل 66 كيف. نجمو كيما قلت لكم زيادة تقولوا لنا شنو هما لي ريسيت اللي حضرتوها. جيهان يعطيك الصحة، يعطيك الصحة جيهان، يعطيهم الصحة الناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا سيرتو في اللايف يوميا. نزيد نذكركم اللي يوميا تابعونا في اللايف باش نحضروا العديد من الوصفات مع الماضي ساعتين على شان يوتيوب تلقاو اللايف موجود، على الفيسبوك شيف مومن بن يونس كيف كيف في الفيسبوك ولا في اليوتيوب. تنجموا تابعونا تخليوا لنا لي كومونتير تسالونا على لي ريسيت واحنا على ذمتكم باش نجاوبوكم باش نعطيكم شنو هما لي بلا اللي تنجموا تحضروا. هذا العسل اللي كنا احنا حضرناه هاكا. ديجا بالنسبه للكولوراسيون تلقى كولوراسيون، تلقى كولوراسيون بنيه. علاش؟ على خاطر على 200 غرام سكر عليهم 100 مللتر ماء وعليهم 10 قرص، خليهم يغليو الكل مع بعضهم، نزيدوهم اور فو 50 مليلتر نتاع طرشيه، للي عنده واللي ما عندوش يحط مغرفه نتاع الكوز، ومن بعد نحطوا شويه سكر محروق باش يعطينا اللون البني. هي بالنسبه للعسل نتاع المخارق، كيف نفس العسل، العسل نفسه هو بيدو نتاع الزلابيا والا نتاع المخارق. دونك ان شاء الله بالنسبه لكم الفايده تحصل والمعلومه تحصل. للي ما نجمش توا سيتو كونفينمون وما نجموش نشريو هكا مخرف في زليبيا، انا قاعدين نحضروا في الروسيت هو العسل. ذكركم بالمقادير نتاع العسل، 200 غرام سكر عليهم 100 مللتر ماء عليهم 10 قارص وأور دو فو نزيدو 50 مللتر نتاع طرشيه مغرفه جلوكوز للي عنده. من بعد زيدوهم شويه سكر محروق باش ناخذوا نتحصلوا على كولوراسيون البني. باه بالنسبه للروسيت نتاع المخارق، دونك على كاس فرينه، بنفس الكاس كاس فرينه عليه نفسه كاس سميد ارتب،
نص كيس نتاع مية، نص كيس نتاع زيت، شوية نص مغرفة نتاع ملح، وشوية خميرة كيميائية، وشوية خميرة نتاع خبز، وساشي سكر فاني. لما كل خلطوهم كل مع بعضهم ونحضروا، باش نحضروا روسيت نتاع المخارج. باش نبداو كعب الرنية، بسم الله، كيف كيف بعض الكرب العملية نعرفوها سيرتو تاع تخمر، نجمو نطفيو عليه سيت، ما يزموش حامي برشا برشا. نبداو كعب الرنية، نكرروا نفس العملية. قلت لكم بالامكانيات اللي موجودة عندنا في الدار نحاولوا باش نحضروا، يعني وحناش باش نكونوا برو 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 كيما جماعة اللي حضروا زلابي والمخارق. بالنسبة لهم تحية تحية لهم، مي هاوكا الهدف نقولوا احنا واضح، ان نحاولوا في الكونفينمون نحضروا مع بعضنا روسيت اللي احنا متنسين سورتو في رمضان. فمش ما نصورش دار من الديار التونسية تغيب عليها زلابية والمخارق. دونك ان شاء الله تعجبكم بالنسبه للروسيت، وان شاء الله يعجبكم المنيو الكل. باه للي ما خلطش على المنيو ولا ما خلطش على الروسيت ينجم يتابعنا على شين اليوتيوب شيف مؤمن يونس، على فيسبوك سيدي كيف كيف. ذكركم بالمنيو، حضرنا شوربة دجاج منشية، حضرنا سلطة نتاع بلانكيت بولي كريسبي، كيف كيف حضرنا جراتان تاع مقرونة أو الفول ديجا سيزيام سونس. قول لي إيجا هاي المقرونة حضرت. قاعدين نحضروا في المخارق، ومع المخارق ديسير زاد كيف كيف حضرنا زريقة انوتر فاسون بالنكهة نتاعنا احنا. امتي كوكو للناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فيا، وحاجة أخرى نحب نشكر السبونسور الكل اللي ساهموا في نجاح لايف هذايا، دونك كيما فوركيتا، لافرويتير، هابيز، فانواز، ناتيلي، تبارك الله نجمة موجودة، هابيس، وردة، فانواز، دكتور أوتكر، وديري أبار الميزون الموند، فريشكا ديستريبيسيون بالنسبة للخضرة، يعني ما غير ما ديبلاسي تجيك الخضرة حتى للدار، لا ميزون الموند زادة كيف كيف. ونشكر بالنسبة للي أمنوا البث يكون موجود الضيف على راديو بون لونور، نشكر حازم بن عيسى وخالد عويش تونيسكوب. دونك ما ننسيو زادة كيف كيف اللي احنا قاعدين نطيبوا على بلاك ويربول اكسليون. دونك سيرتو البلاك هذايا ريبارتيسيون تاع الشالور والافونتاج اللي فيها اللي ما تستحقش برودوي برشا باش تنظف البلاك. اكثر انا نخدموا بالزيوت وكل شيء، ما يستحقوش باش ننظفوا ببرودويات برشا، جوست نمسحوها بالماء وتقعد نظيفه. كما تراو قاعدين نحضروا في المخارق، العسل هون هنا. بالنسبه للمقادير تاع العسل نزيدو نعاود نذكرو، على 200 غرام 200 غرام سكر، عليهم 100 ملليلتر ماء، عليهم 10 قارص، ومغرفة جلوكوز اللي عنده اللي ما عندوش فهم حتى مشكل نجم يستغنى عليها. أوردي فيهم بعد ما يطيب نزيدو 50 ملليلتر تاع عطر شاي، من بعد نزيدو مغرفة متاع تاع كراميل باش تعطينا الكولوراسيون البنية. فقط هو في سانجيكم كما ترى. قلت لكم قاعدين نحضروا في المخارق، الهدف نتاعنا واضح اللي الناس الكل هاكا حتى اللي ما ينجمش يخرج سيرتو في الكونفينمون ينجم يحضرها في الدار. تحية للناس الكل اللي هي خدمتهم توا نورمالمون تاع زلابية والمخارق، واللي كل دار يكونوا تكون موجود فيها زلابية والمخارق. على غالب في ظروف كيما هذه كونفينمون عندها الفوائد نتاعها وعندها الحاجات الخايبة، الحاجات الباهية ان توانسة كل تبارك الله ما شاء الله ولاو يطيبوا حاجة باهية برشا. وانا ذاك علاش حضرنا لكم المخارق في الدار. دونك اما شوية بشوية قاعدين يحضروا، نصور المنيو زادة كيف كيف شهي يعمل 66 كيف. نجم نذكركم المنيو، حضرنا شربة منشية، شربة بالدجاج منشية، سلطة نتاع بلانكيت، دجاج كريسبي، غراتان نتاع مقرونة فلفور،
فيرين نتاع سريكا ان اوتر فاسون، والمخارق. المخارق كيف كيف كما قلت لكم الفورم، نجمو تعملوا الفورم اللي تحبوا عليها. سي مروان اهلا بيك. انا قلت لكم نحاولوا الفايده تهم على الناس الكل، وهاكا الناس الكل تحاول تحضر في الدار، تو ما فماش خروج، فما حتى شيء، كونفينمون. المفيد الفايده تهم على الناس الكل. خليهم يتيبوا، ماذا بينا هذا كيف كيف النار ما تبداش قويه برشا، مي سورتو مع البلاك ويربول تبارك الله نارها حامية برشا. ورد بالكم سورتو في الزيت على البوالة، نعرفوا سخانة وصيام وكل شيء. يعطيهم الصحة نساء الكل اللي في الدار قاعدين يحضروا في المنيو، يحضروا في الماكلة في رمضان. بالحق هذاك هما قاعدين يجتهدوا. وئام أهلا بيك وئام، هذا كيف كيف للناس اللي تابعوا فينا نقول لهم يعطيكم الصحة بالحق. راهو هذايا كل اللي يخليني نشجع باش نزيد نعطي روسيت، نعطي بلوس في الكوجينة سيرتو في اللايف. سي غراس افو باش نجمو احنا نعملوا لايف والناس الكل تاخذ لها المنفعة وتستفيد. كما قلت لكم انا قاعدين نحضروا في الخارق زي العسل. العسل لازم يكون بيرد. تو نهزو الكعبة اللبنية، جربوها إن شاء الله تعجبكم. هو بالطبيعة مخارق متاع بيجة، يعني ما معهوش كلام، مي هذايا مخارق هوم ميد في الدار. كيما تراو هاهما هكا. هذه الكعبة اللبنية، دونك هكا يكون المخارق نتاعنا حاضرو. كيف كيف ما ننساوش باش نجبدوهم قبل ما نطيبوهم. هذه الكعبة هاكا كسرت، باش نوريكم كيفاش تبدا من الداخل. وإن شاء الله تعجبكم الروسيت. خلطوا مليح مليح. هاكا يبدا العسل بارد. ويقعد لنا توا الدريساج متاع الفيرين. طب بالنسبة للدريساج تاع الفيرين، كل كريمة بردت، هذه المخارق، هاكا المخارق فما كعبة كسرناها باش نجمو نشوفو البنة متاعها. الكريمة هاي بحذنا، الزريقة نص فاسون. نهبط الموديل، نوريكم كيفاش نحضر الفيرين. ملفة صغيرة، سيتو نعرفو فيرين تتزغرونا، مي سا دون انفي سيرتو. هاكا وما تقول لنا خرجنا من برا وخذينا دي فيرين متاع زريقة مية نوتر فاسون. بالنسبة للزريقة باش نعبيو الفيرين، باش ناخدو الوراق متاع البريك اللي كنا حاطينهم ديجا في الفور. حطينا شوية هكا في الكيس،
كيف في الفيديو الأخرى كرروا نفس العملية. وكيف يفرى النجم نزيده من فوق نعمله امتيرابيل مثال بشوية لوز ولا بشوية بوفريوة كل قدير وقدر. نذكركم اللي سيرتو في الكونفينمون كل قدير وقدر ونعرفوا اللي الامكانيات ساعة تبدأ محدودة ما احنا الهدف ان الناس الكل تحاول تحضر رسيت متاع رمضان في متناول الجميع ما تكلفش برشا وما تطلبش برشا جهد. الفيديو وهكا تكون الفيرين حضرت تاع زريقة انظر فاسون. يعني باش نعاود نذكركم في المنيو حضرنا زريقة هي الديسير دوما الديسير واحنا جايين المخارق هكا قصينا كعبة باش تشوفوا كيفاش كويسون تاعها حضرنا سلاطة تاع بانكيت طريقتنا زادة كيف كيف البولي كريسبي هاكا مازال كريسبي لما ذي وقت الشقان فتر نجمو كيف كيف نعاودو نحطوه في الزيت و شو قادرنا سخون أبار البلا اللي حضرناهم عنا الجراتان تاع المخرونة في الفور باش نحطو لهنا باش نوريكم كيفاش في الخضرة في الفرماج نعمل 66 كيف مازالت لنا الشربة بالنسبة للشربة المنشية دونك باش نحطو متعود لي مراحل المخارق خلط أما خربه بالنسبة للشربة طايبة ديجا بتيج علاش سميوها منشية خاطر فما شكون نشيها بالعظام وشكون نشيها بالفرينة باش ناخد كعب عظام قبل الأذان نصبوها لهنا مع الشربة ونرميو الشربة بالنسبة للشربة اخترنا لكم شربة عسل عصفور الوردة وهكا يكون المنيو تاعنا غير يعمل 66 كيف دونك بالنسبة للمراحل متاع المخارق من بعد ما نحضروا الروسيت ونخليوها ترتاح نحضروا العسل الشهور في زيت ما يزموش سخون برشا نرميو الكعبات تاع المخارق بعد ما نفاسونيوهم وننقبوهم دوبلاش في الوسط حتى بصبعنا نقليوهم بعد ما نقليوهم نرميوهم في الشهور شحروهم ونحطهم كما تراو هكا هاكا خولة نورمالمون هكا ان شاء الله كنت خفيف عليكم في اللايف هذايا وان شاء الله المنيو اللي قدمناه يعجبكم نشكر الناس الكل اللي ساهموا في نجاح اللايف هذايا كما حازم بن عيسى راديو بون دو نور خالد عويش تونيسكوب تلقاو البث ديجا موجود على لي باج نتاعهم ابار سا نشكر السبونسور الكل اللي ساهموا في نجاح اللايف هذايا من فانواز من هبيس ورده نجمة بونا ناتيلي جولدينا مليحة دونك هما سبونسور ديجا تبارك الله موجودين كل لوندور فرماج لوندور شركة فرح للحوم كيف كيف فرويتير وفوركيتا موجودين كيف كيف وخدمنا بهريسة نتاع الفوركيتا الناس الكل اللي ساهموا في انجاح اللايف يعطيكم الصحة للناس اللي تابعوا فيا ونذكركم نقولكم ان شاء الله بقدرة ربي نتقابلوا غدوة في موعد آخر يومين رمادي ساعتين في وصفة أخرى وتبارة أخرى شاهية طيبة وإن شاء الله ربي يحفظ تونس ويحمي الناس الكل.